ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، بس قبل ما ابدا الفيديو، لو هيعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وسبسكرايب كمان للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي هعملها ان شاء الله. الفترات اللي فاتت انا كنت بعمل لكم ريفيوهات عن الفوط اليوميه، وكل ما كنت بجيب عبوه كنت بخلصها وبجيب نوع تاني عشان ادور على افضل نوع فوط يوميه عشان افضل مستمره عليه وما اغيرهوش. المره دي حبيت اجرب النوع اللي هو الفريش دايز. انا عاده لما بجيب ما بجيبش النورمال، بجيب اللي هي الماكسي او بجيب اللي هي الطويله او طويله جدا، بس يعني في المجمل انا بجيب الطويله جدا لان دي بتديني اكبر قدر ممكن من الامان برضو وانا بستخدمها. نوع فريش دايز بصراحه بالنسبه لي كان اول مره اجربه وعجبتني جدا. ملمس الباد بتاعها القطني حلوه جدا، زي ما قلت لكم ان هي طويله خفيفه جدا مش بتحسي بيها وانتي بتستخدميها. وكمان كان في عرض على العبوه دي، كان 50 فوطة زائد 22 فوطة، وكانت العرض كله كانت ب28 ريال، من بعد حاجة و30 يمكن. فبالنسبة لي كان العرض جدا ممتاز، انا عن نفسي حبيتها جدا، ما فرقتش كتير خالص عن الكوتوكس اللي انا استخدمتها قبل كده او حتى عن النوع التاني اللي انا برضو كنت مستخدمه قبل كده وعملكوا عنه ريفيو. بصراحة كلهم بالنسبة لي كانوا كويسين، فانا انصحكم ان انتوا تجيبوها وجربوها. انا مش عارفة اذا كانت موجودة في مصر ولا لا، بس هي موجودة كتير جدا، بس خلي بالكم وانتوا بتشتروا لان دايما بيبقى نازل عروض على النورمال، لكن الطويلة مش دايما بينزلوا عليها عروض الا قليل قوي وبس.